بنستخدم بقى الفينجر برينتينج دي في ايه؟ بنستخدمها في الجرائم. مثلا عندنا المكان بتاع الجريمة بيبقى فيه أدلة، مثلا هنلاقي هدوم مش نظيفة، أو هنلاقي ليكد انفلوب، يعني زي الظرف كده، مش الظرف بيلحسوه عشان يلزق هياخدوا بقى هياخدوه، أو هيلاقوا سيجر بات اللي هي عقب سيجارة، أو هيلاقي دم، أو هيلاقي سمير اوف درايد سيمن، يعني بقعة من سيمن ناشف، أو هيلاقي برضو سلايفا لعاب، هيلاقيه على أي حاجة بقى، مثلا كوباية. هو بيلم كل الحاجات دي بتاع الحاجات الجنائية، ده المباحث الجنائية دي بتلم كل الحاجات دي وتروح بقى تعمل دي ان ايه اكستراكشن منهم، زي ما خدنا ازاي بنستخلص الدي ان ايه، بنجيب دم او شعر او اي حاجة ونطحنهم، وبعدين بقى بنعمل سيل لايسيس وبروتين اس كي وفينول وار ان ايز وايثانول عشان نكسر كل الحاجات دي ويطلع علينا الدي ان ايه فوق في السوبر نيتنت، ناخده وبعدين نحطه في الجيل الكتروفوريسيس بقى، هيبقى لنا الحاجات دي البندات دي. فهو مثلا هنا ده مثال واحد في جريمة قتل حصلت، فهم لقوا عينة دم فخدوا العينة دي واستخلصوا الدي ان ايه بتاعها، وخدوا الدي ان ايه بتاع الضحية وبرضو استخلصوه، فيبقى معاهم 2 دي ان ايه. اهو ده الدي ان ايه بتاع ده بتاع الضحية، وده بتاع العينة اللي لقوها في الموقع الجريمة. ودي ده العينة اللي لقوها، ده الايه، ده المشتبه فيه، ده المشتبه فيه، وده العينة اللي لقوها في موقع الجريمة، وده الدي ان ايه بتاع الضحية. فهم خدوا كده 2 دي ان ايه واستخلصوهم وطلعت البندات دي، فهيقارنوا بقى دي، ده الدي ان ايه بتاع العينة بتاع الراجل اللي هما مشتبهين فيه، اهو دي البندات بتاعته، ده العينة اللي لقوها في الموقع بتاع الجريمة، وده الضحية. فهم عايزين يعرفوا مين المجرم، فهو دي العينة اللي عملوها. فهنقارن بقى، ده الجين ده موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا، والبندات دي موجودة هنا، هي اللي زي موجودة هنا بس مش موجودة هنا، ودي زي دي بس مش موجودة هنا، ودي زي دي ومش موجودة هنا، دي زي دي مش موجودة هنا. يبقى هو ده المجرم، ده المجرم اللي عمل اللي قتل بقى. بس احنا قارنا شفنا دي زي دي بالظبط، احنا بنقارن بأول واحدة عندنا، فهو ده المجرم اللي عرفوه. وده مثال تاني، اختبار أبوة. اختبار الأبوة بيجيبوا الطفل وبيجيبوا اهي شايلد، وبيجيبوا الدي ان ايه بتاع الأم والدي ان ايه بتاع الراجل اللي هو مش عارف ده ابنه ولا مش ابنه. فالابن ده بيبقى واخد نص الصفات من مامته ونص الصفات من بابا، فهيطلع فيه بندات موجودة هنا وموجودة هنا، او موجودة هنا مش موجودة هنا. لو مش موجودة هنا يبقى ده مش ابنه، لكن لو موجودة هنا نصهم هيبقى ده ابنه. فاحنا هنقارن برضو، ادي الام وادي الابن. اول حاجة دي بندات دي موجودة هنا لكن مش موجودة هنا. طيب تاني واحدة بتاعت الطفل مش موجودة في الأم، موجودة في الأب اهي. تالت واحدة مش موجودة في الأم بس موجودة في الأب. خامس واحدة دي، رابع واحدة موجودة في الأم بس مش موجودة في الأب، وده موجود في الأب، يبقى ده ابنه، يبقى ده ابنه. لكن لو لقينا الطفل ده البندات بتاعته فيه شوية بندات شبه مامته بس،
ومش موجودة في الأب، يبقى ده مش ابن الراجل ده، لكن ابن مامته أكيد يعني، لكن الراجل ده مش باباه. ده سؤال من الأسئلة اللي ورا، بيقول في جريمة قتل برضو حصلت وخدوا عينة دم ومن مكان الجريمة وحضروا الـ DNA بتاعها وعملوا DNA بروفايل لعينة الدم دي، فكان عندهم 3 مشتبهين فيهم، سسبكت دي يعني مشتبه فيه، فبيقول لك مين بقى المجرم في المشتبهين فيهم دول. ادي العينة اهي اللي لقوها في موقع الجريمة، ودول 3 بني ادمين مشتبه فيهم ان هما اللي عملوا اللي قتلوا، فهاجي وخد منهم، كل واحد خد منه الدي ان اي بتاعه وعمل دي ان اي بروفايل، هيقارن بقى دي اللي لقاها في موقع الجريمة، هيقارنها بأول مشتبه فيه اللي بان دي موجودة هنا ودي موجودة هنا وبرضو موجودة في ده بس مش موجودة في دي، يبقى ده هنستبعده خالص أصلا. تالت باندا موجودة هنا وموجودة هنا، دي مش موجودة عند ده، دي موجودة عند ده، ودي موجودة هنا. احنا خلاص هنستبعد ده عشان في هنا واحدة مش موجودة في العينة اللي لقوها في موقع الجريمة، فهنلاقي ان ال دي ان ايه بروفايل ده زي الدي ان ايه بروفايل ده بالظبط، هنلاقي اهو دي موجودة ودي موجودة ودي موجودة ودي موجودة ودي موجودة ودي موجودة، يبقى ده suspect number 2 هو ده المجرم اللي عمل جريمة القتل دي. طيب هنيجي للمسألة دي، بيقولك من الشكل اللي فوق ده او من الخريطة الجينية اللي فوق دي، قولي انهي طفل مش منسوب للأب بتاعه، انهي واحد في دول مش ابن الراجل ده، ادي الام اهي وادي الاب. طيب اول طفل واخد من الاب، واخد من الاب وواخد من الام برضه. طيب تاني طفل واخد من الام، واخد من الاب هنا لا، طب ده واخد من الام واخد من الاب لا، ده مش واخد من الاب حاجة. طب نشوف الباقي، الطفل التالت ده واخد من الاب وواخد من الام، الطفل الرابع واخد من الام وواخد من الاب، يبقى مين بقى اللي مش ابن الراجل؟ الطفل التاني، تاني طفل ده مش ابن الراجل، يبقى الاجابة 2، الطفل نمبر 2 رقم 2.